أسعد الله صباحكم لكل خير مشاهدي التغيير أينما كنتم. حلقة جديدة من برنامج بلا عنوان. بلا عنوان اليوم عنواننا هو المفسوخة عقودهم من وزارة الداخلية. هذه الشريحة اللي أعدادها كبيرة اللي انفسخت عقودهم خلال السنوات الماضية لمختلف الأسباب. اليوم هم يعني يظهرون ويعتصمون أمام وزارة الداخلية من فترة طويلة، يعني من قبل التظاهرات إلى الآن هم متواجدين أمام وزارة الداخلية باعتصامات وتظاهرات مستمرة. الهدف من اعتصاماتهم ومطالبهم هو العودة إلى الوزارة والعودة إلى العمل، وشمولهم بالعودة يعني عن طريق ربما كتب إدارية وأوامر إدارية صدرت، ولكن الوزارة كان ردها دائما أنه التخصيص المالي والموازنة وما إلى ذلك. اليوم راح نلتقي بعدد من هؤلاء المفسوخة عقودهم، وبعدها راح نحاول نلتقي بالمسؤول أيضا ونتحرك معهم إلى الوزارة ونشوف حل لموضوعهم. موضوعهم طال وفترة طويلة هم يعني يتظاهرون ويتواجدون هنا دون حلول. لذلك اليوم وقناة التغيير وبرنامج بلا عنوان راح نحاول أن نكون حلقة الوصل بين المفسوخة عقودهم وبين وزارة الداخلية، وذلك لمعرفة الرد النهائي حول وضعهم. هل سيعودون إلى العمل في وزارة الداخلية أم انتهى الموضوع ويذهبون إلى بيوتهم؟ لذلك راح نلتقي بعدد من الشباب. السلام عليكم. احكي لي أول شيء موضوعكم أنتو المفسوخة عقودهم. احنا بالنسبة لنا المفسوخة عقودنا من وزارة الداخلية اللي هي بكل مفاصل وزارة الداخلية، من الملحق جيم والمستقيلين والهاربين والحماية منشآت والعقود والغاتعين والمفصولين والمطرودين، بكل مفاصل وزارة الداخلية. احنا بالنسبة لنا يعني انفسخت عقودنا حسب سنين متعددة وظروف متغيرة، بس احنا اللي شملنا العفو بال 2019، من صدر العفو بال 2019 واحنا كانت مظاهرات في ساحة التحرير شملنا ضمن العفو كل احنا اكملنا كافة اجراءات القانونية من الفحص الطبي والمعاملات. يعني انجزتوا معاملات للعودة كاملة، كل المعاملات. احنا بالنسبة ان اللي صدر شيء تفاجئنا بانه صدر بنهاية شهر 12 2019، قسم من يمنا انه صدرت لهم اوامر ادارية والتحقوا، وقسم الباقي اللي هو احنا العدد القليل اللي بقى انه ما صدرت لنا لحد الان اوامر ادارية. من جينا نراجع الوزارة وقلنا لهم انه احنا يابا ترى ما رجعت لنا لحد هاي اللحظة، وليش احنا ما رجعنا؟ قالوا انتم بالنسبة لكم تحولتوا على تخصيص المالي لسنة 2020، هاي من صار شهر الواحد. زين احنا من ننتظر لحد لحد شهر الواحد احنا. زين احنا بالنسبه لنا نجي نراجع وزاره غير وزاره تجي تبين لنا بكتاب رسمي انه احنا رفعنا بكم طلب الى الماليه الى مجلس النواب. احنا بالنسبه يعني انتم ما تعرفون الاجراءات وين وصلت؟ ما نعرف الاجراءات، بس احنا بالنسبه لنا الوزاره توجهت قالت لا شغلتكم من مجلس النواب يا من الماليه. بالنسبه لنا رحنا للجنه الماليه، رحنا للجنه الامن والدفاع، رحنا لمجلس النواب ورئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوس، انا التقيت فيه شخصين انا والولد اللي وياي والسيد رئيس الوزراء مستشارينه، وصلنا لهم ووصلنا مناشداتنا. احنا بالنسبه لنا ماكو طبقه سياسيه ما قدرنا نوصلها ونوصل لها صوتنا، بس احنا بالنسبه لنا ما شفنا لحد الان اي انجاز على ارض الواقع. بالنسبه لنا اليوم احنا ما طالعين هنا حتى نقول احنا نريد نرجع في سبيل، بس هاي الناس اليوم من طلعت تعبانه، طلعت جوعانه. اليوم هاي الناس من راح تستنزف هاي الطاقات وراح توصل للمرحله انه هي راح تسوي شيء مو حلو. ما راح تجي الدوله تحاسبهم وتقول له تعال انت طلعت خارج نطاق الدوله، ما راح تجي لزمه تعال انت طلعت ليش هيك سويت، بس هو ما يدري العوز والجوع يخلي الانسان يوصل لكل المراحل. اريد اسال عددكم التقريبي ايش قد اللي ما رجعوا بعد؟ بالنسبه لنا الاعداد المتبقيه من وزاره الداخليه ما يقارب 22000. 22000 22000 بكل مفاصل وزاره الداخليه، من الملحق جيم وانت نازل المستقيل المفصول المطرود الهارب الغاتين حمايه منشآت العقود كل بغداد والمحافظات. كل بغداد والمحافظات كل صنوفها. زين اليوم انت شنو مطلبك؟ احنا مطلبنا احنا ابناء هاي الوزاره، احنا هاي الشريحه كليتها احنا معتصمين صار لنا سنه فوق السنه، يعني احنا من شهر التاسع احنا طالعين مظاهرات وبساعه التحرير وجينا حولنا اعتصامنا باب الوزاره وبوابه 9. زين احنا اليوم قابلنا الوزير وكيل الوزير ولواء رحيم، وقابلنا النائب الاول حسن الكعبي، وقابلنا باقي النواب ولجنه الامن والدفاع ومحمد رضا، ما وصلنا اي حلول. ورحنا الستي سامي وهيثم الجوري صار اتصال وياي بانه احنا تخصيصنا على الموازنه 2020. صعدنا كتاب شهر الرابع يوم 24/4/2020 لجنه الامن والدفاع، والتقينا بهم انا واخويا وسام ومحمد ويانا بوقتها،
طبينا لجنة الأمن والدفاع وطبينا النائب الأول لما صعد الكتاب وأكدنا على الكتاب الصعد من الوزارة، قال راح نحيلكم على صندوق الاقتراض. صندوق الاقتراض من ضمن الضوابط إحنا، لأن إحنا كملنا الفحوصات والإجراءات الأمنية وكلية على حسب الأصول. إحنا من 2019 كملنا كل إجراءاتنا، والخلل التسويف اللي صار بيها يعني خلل وزارة أو إدارة. إحنا اليوم إحنا هاي شريحة ما يذب العبء علينا، إحنا نذب العبء على الوزارة لأن إحنا أبناء الوزارة. لما التقينا بلجنة الأمن والدفاع محمد رضا قال أنتم من ضمن الشروط وإن شاء الله راح نضيفكم على موازنة على صندوق الاقتراض 2020، صوتوا على صندوق الاقتراض ما ضافونا إحنا المفسوخة عقودهم. زين إحنا هاي درجات مولاتنا أكو مجموعة رجعت؟ ما أي مجموعة رجعت، إحنا هاي من 2019 لحد الآن إحنا ما رجعنا، إحنا كملنا كل إجراءاتنا والفحص الطبي. والفحص الطبي أنا كررت 4 مرات فحص الطبي ده حد هاي قبل اسبوعين همين راحت قررت مطلق الفحص الطبي. تليفوني احنا اليوم بس احنا التليفون. احنا اليوم احنا الناشد رئاسة الوزراء والناشد وزير الداخلية عثمان الغانمي ومجلس النواب ناشدهم، يعني نقول لهم انظروا على هاي الشريحة، هاي الشريحة المظلومة، لان احنا ناس تعبنا وناس كافحنا وناس جاهدنا بهذا الموضوع وصارنا سنة كاملة. قولوا هذول لما قاعد يتابعون هذا الموضوع وصارنا سنة احنا نايمين بالشارع، ما تقولون هذول ايش ياكلون ايش يشربون منين يصرفون. زين احنا لا دعم عندنا. طيب هذه ثواني بس عندنا مجال راح نتصل باللواء رحيم. نعم صباح الخير سيادة اللواء. صباح الخير، اتمنى انه تسمع الصوت واضح. واضح الصوت. سيادة اللواء احنا قناة التغيير وامام وزارة الداخلية ومعانا مجموعة من الشباب اللي مفسوخة عقودهم، برنامجنا بلا عنوان. فاليوم نريد نجيب مجموعة من هؤلاء المفسوخة عقودهم، 3 من عندهم كان يكون ممثلين، ونكون يم حضرتك حتى توضح لنا هذه المسألة اذا سمحت. اولا المسألة هاي وضحناها بأكثر من برنامج وأكثر من لقاء. نعم. وقلنا أنه المفسوخة عقودهم والملحق جيم والفاحصين. نعم. هؤلاء متوقفة على تحديد الدرجة الوظيفية والتخصيص المالي. نعم سيادة اللواء احنا نحب يعني هذا الكلام نسمعه من حضرتك من نكون يمك في 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 داخل الوزارة في مكتبك التفاصيل. احنا نريد بس تسمح لنا أنه يكون معي 2 أو 3 من عندهم وننتقل حضرتك. اهلا وسهلا. اذا ان شاء الله راح نكون يعني عند الباب وندخل يم حضرتك. نسق ويا مدير العلاقات ان شاء الله. اكيد شكرا لك. شكرا سياده اللواء. اهلا ومرحبا. شكرا. اذا هذا كان لواء رحيم. راح ندخل بس نريد نشوف يعني انتم اراكم اليوم وين راح تتوقعون توصل الامور، يعني في حال انه ايضا استمر موضوعكم مطول اكثر شنو الاجراء القادم؟ احنا الاجراء القادم اذا بقى نعم. هذا الموضوع على هذا الشيء نعم. يمكن راح يخرج عن طريقنا يعني نعم. يعني احنا سيم كل احنا كممثلين ومسيطرين على هذا الوضع، اكو يمكن ناس لان تعبت نفسيتها تعبت يعني امورها تعبانه امورها الماديه تعبانه، يمكن يضطرون ان يروحون يعتصمون بساحه التحرير، واذا رجع ساحه التحرير راح تنطرق الغير الشغله نعم. احنا راح ترجع ثوره. احنا ليش احنا نتجه على هذا الشيء؟ ليش تخلون يعني نطلع من خارج الضوابط؟ احنا ما نتحمل هذا الشيء هذا العبء. ليش تحملون هذا العبء ونطلع من خارج القوانين؟ احنا ولد الدوله وولد القانون، واحنا ما نريد نسيل البلد مالتنا ولا نسيل القانون. احنا اليوم ما نريد نرجع مره الاخلاء اعتصامات وساحه التحرير ونرجع الثوره، والثوره اذا رجعت راح تصير غير الطالب بأنه مو بس أنه بالوزارة وإنما يصير تغيير وإذا صار تغيير غير شيء. بعد من الشباب منو عنده ملاحظة عنده شيء ممكن تنقلها إلى السيد اللواء. أستاذ العزيز لا مناشدة للكاظمي ولا غيره ولا يستمعون للمناشدات. مسألة خطأ إداري بوزارة الداخلية كلفنا سنة كاملة، خطأ إداري ويتحمله مو أنا أتحمل الفقير. شنو خطأ إداري بالالتحاق. نعم فرزوا اللي هاربين واللي مستقيل واللي فرزوهم طبقوهم سويه، احنا شنو ذنبنا؟ نعم. احنا مسالتنا محلوله، احنا تخصيصنا المال 2019 نعم. يعني بس اسال سؤال انا زين انا خريج بكالوريوس، يعني ترى اغلبنا هسه خريجين هذول العوده نعم. لا حد يقول لك انا يعني اغلبنا خريجين، شنو ذنبي اني؟ ما ارجع دوام وانا عندي امر اداري سابقا ومستلم رواتب. بيا تاريخ امرك الاداري مع العوده؟ موجود انا من زمان تاريخ 2014 2014 استاذ العزيز 14 سنه يتعين شرطي
بحفظ القانون ياخذ درجه الوظيفيه ليش؟ ليش يعني؟ زين وزير داخليه، وزير داخليه شنو عمله؟ مو يصرح ودائما هو ويا المواطن ويا المنتسبين ويا 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 وكذا كذا كذا، ليش ما يطلع عنا؟ صار لنا سنه كامله ليش ما يطلع عنا؟ يستنكف يعني؟ بما انه السيد الوزير مشغول حاليا فاحنا راح نكون مع اللواء رحيم اللي هو مدير اداره الموارد البشريه في وزاره الداخليه، واللي هو يعني هذا صلب عمله انه الموارد البشريه الافراد مواضيع التعيين او يعني مواضيعكم اللي خاصه المفسوخه عقودهم هذه كلها ضمن عمل اداره الموارد البشريه، فلذلك اللواء رحيم مشكور راح يكون موجود ويانا ايضا وننقل صوتكم وناخذ من عندكم احد يعني ويانا يكون. احنا شغلتنا يعني بالوزاره يم لواء جمعيه الامن الاتحادي، الوكيل الامن الاتحادي، احنا صدربين الكتاب، احنا الهاربين من الشرطه الاتحاديه وجميع مفاصل وزاره الداخليه، كلها مكمله اجراءات كقانون، اجراءات قانونيه موجوده على ضوء هذا الكتاب اللي صدره ياسين الياسري. هذا الكتاب المرسوم الجمهوري تاريخه كثير اقرأ 4/9 عودوا 30 مهنة 30 يوم طولنا نعود نفسنا مباشر بالالتحاق كمل اجراءاتنا. عودوا بوكاننا احنا كهاربين عودوا بوكاننا درجاتنا الوظيفية طول حفظ النظام حفظ القانون العفو. جماعة حفظ القانون اخذوا درجاتنا الوظيفية. احنا كهاربين هاي عندنا اوامر، هذا كتاب عندي مباشر امر مباشر والتحاق. هذا عندي الكتاب الثاني عندي امر مباشره والتحاق اكمال اجراءات. زين هذا الكتاب عندي 11 كتاب موجودات حاليا. انا بس اسالك، اكو البعض منكم عليهم قيود جنائيه؟ قيود جنائيه ما عندهم. كملوا فحص طبي. خلنا خدمه كلهم مكملين الاجراءات. كملنا الاجراءات القانونيه السبعه اللي موجوده من ضمن هذا الكتاب. هذا الكتاب بعد ايش طالبوا هنا؟ انا عندي 7 طلبات عندهم. زين كملنا القيد الجنائي، الملف الامني، الفحص الطبي، الكفاله، باقي القيود الاستخباراتيه والامنيه والتدقيق الامني. زين موجود هاي كلها موجوده، الملفات موجوده بالقياده. الحد الان احنا هاربين، كهاربين اكو سياق عسكريه. انا اسوي اخاطب الوزير كعسكري. مو احنا خلينا نكون واضحين، اريد قانون بالقانون. بالقانون. طيب انت هربت، انت تركت وظيفتك، انت تركت مكانك. صحيح. فشلون تريد ترجع؟ اكو كتاب مصادر بيه عفو، السياق العسكري ايش يقول؟ يقول من يصدر قانون العفو؟ زين اتحمل كافه العقوبات. كشرطي انا السياق العسكري ايش تقول؟ تقول من يصدر امر وزاري او امر ديواني، امر وزاري او امر ديواني من يصدر بالوزاره يتنفذ. هسه لحد الان ما متنفذ لحد الان الامر الديواني او الوزاري، هذا على ضوء هذا الكتاب، ليش وقفوه لحد الان؟ نعم. ليش وقفت اجراءاته؟ اجراءاته مستمره وماشيه. ما نعرف شنو السبب. كوزير الداخليه الوزير سياده الوزير عثمان الغاني موقفه الاجراءات، العالم لحد الان جاي تكمل اجراءاته. لحد الان اجراءاته ماشيه كما هي. الوزير السابق ياسين الياسري شكل لجنه بكل مفاصل وزاره الداخليه، كل مفاصل وزاره الداخليه، وقال خلي يرجعون ذول استحقاقهم وتخصيصهم المالي موجود. خطا اداري. لا وقفه سيادة الوزير الجديد. بس ملاحظة مثل المستفيدين. احنا بوقتها كان الوزير، بوقتها الوزير لما كان ياسين ياسري قال ان شاء الله راح اصدر بكم اوامر ادارية ان شاء الله عن سريع. بس ما تحدد الوقت. ما تحدد، قال ان شاء الله هالشهر الشهر الجاي ان شاء الله اصدر بكم اوامر ادارية وكلكم تباشرون. هاي ياسين ياسري. لما سلم الوزير عثمان الغانمي ما صدر هذا الامر. زين انا هسه عندي سؤال، اكو بيكم هاربين؟ نعم. واكو بيكم مستقيلين؟ واكو مفصولين؟ هسه انت كنت تحدثت عن الهاربين، من حضرتك المستقيلين؟ تفضل. بس المستقيلين، بس عدد المستقيلين ايش قد تقريبا؟ السلام عليكم، احنا نشكر اذاعتكم الموقره لاستجابه مطالب المتظاهرين المفسوخه عقودهم لابناء وزاره الداخليه. احنا شريحه المستقيلين يبالغ عددنا 3800. زين. احنا بالوزير السابق دكتور ياسين الياسري السيد الوزير صدر لنا عفو ضمن قانون فقره 22 بالقانون يتنص على المستقيل اذا يرغب بالعوده. نعم. احنا اغلبنا هسه صدر لنا الرجل هذا الوزير كتاب رسمي وصريح. نعم. تاريخ 15/1 على من يرغب بالعوده من المستقيلين عفو عام للجميع. هذا بيا تاريخ كان الكتاب 15/1 سنه 2019. نعم. رجعت وجبه عندنا ما يقارب 400 منتسب في مبنى وزاره الداخليه وجبتين، واحنا بنهايه الشهر 12 تعرف بدايه سنه جديده خلونا على 2020.
كملنا كل الاجراءات، وهاي الكتب الرسميه، هاي الكتب الرسميه اللي هو الدكتور عدي سمير مدير الشؤون الاداريه قال تكملون كل اجراءاتكم، الفحص الطبي، الفحص الطبي، التسجيل الجنائي، القيد الجنائي، وايضا دزوا كتاب الى مدير الدائره القانونيه الاستاذ مهدي سعود. لا لا بس نعطيني الكتاب الاول. اي هذا نعم. الكتاب دزوا كتاب الاستاذ مهدي سعود قال لا مانع لدينا، احنا كملنا كل الاجراءات، بقت بس امر المباشره، اكملنا كل اجراءاتنا واحنا ضمن القانون، واحنا ضمن القانون، يعني احنا خرجنا بالقانون ورجعنا بالقانون ضمن فقره قانونيه، فقره 22. طيب المشكله وين بالتخصيص المالي؟ نعم بالتخصيص. قالوا ان شاء الله ادراجكم على موازنه 2020 ولحد هاللحظه احنا. إذا منو بعد عندكم؟ نعم استاذ احنا هنا موجودين اكثر من مفصل، يعني هم قسموها من مطرودين ومن مفصولين ومن مستقلين. نعم. يعني احنا نريد من الوزارة توضح موقفنا، موقف الكل. هل يوم ان شاء الله عمي خلي يسونا مباشرة، خلي يسونا مباشرة وبدون راتب عمي قابلينها، احنا هذا اقترحناه من الشهر السادس. نعم. ان يسوونا مباشره عمود نضمن حقوقنا كابناء هاي الوزاره، خلي يسوونا مباشره على الموازنه 21. طيب هسه انا اللي اريده من عندكم حضرتك ومنو بعد من الموازنه؟ محمد التميمي ووسام الشمري. يلا خلينا نكون جاهزين حتى نتحرك ندخل الى الوزاره. اذا يعني راح ناخذ مجموعه من الشباب هنا الممثلين عن موضوع المفسوخه عقودهم. مفسوخة عقودهم يعني تبين أنه هم أكثر من فئة، بهم الهاربين، بهم المستقيلين، يعني فلذلك راح يكون من عندهم ممثلين. ندخل للوزارة ونتحدث مع اللواء رحيم اللي هو مدير الموارد البشرية في الوزارة، اللي هو مختص بهاي المواضيع، مختص بمواضيع يعني الأفراد اللي ضمن الوزارة. لذلك راح نحضر من عندهم مجموعة وندخل للوزارة ونشوف رد الوزارة على هذا الموضوع. دخلنا إلى داخل وزارة الداخلية الآن، معي الممثلين عن المفسوخة عقودهم للقاء باللواء رحيم للتحدث عن موضوع إعادتهم إلى الخدمة، موضوع المفسوخة عقودهم اللي صار لهم أشهر يظهرون ويعتصمون ويتواجدون أمام وزارة الداخلية. قبل لا نصعد خلينا نتعرف على أسماءكم. وسام كريم عبد الله، ممثل عن ملحق الفقرة جيم وزارة الداخلية. الممثل الرسمي على وزارة الداخلية لجميع المحافظات طاهر رشيد حميد، الملحق جيم ومفاصل وزارة الداخلية. حسين محمد جاسم، ممثل الهاربين جميع مفاصل وزارة الداخلية. نعم. محمد ماجد جبار، ممثل المستقيلين جميع المحافظات. نعم. إذا خلونا نتوجه إلى غرفة اللواء رحيم ونلتقي به ونشوف موضوعكم إن شاء الله أكو فيه تطور. تفضلوا. إذن مع تواجدنا في المديرية العامة لإدارة الموارد البشرية في وزارة الداخلية، اليوم هو يوم المقابلات مع اللواء رحيم مدير الدائرة، لذلك راح نلتقي أيضا ببعض الحالات اللي موجودة في مقابلات المواطنين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عرفني بحضرتك. ملازم الجريح وسام جبر حمادي خاش. أهلا وسهلا. الله يسلمك. شنو ظروف اللي تعرضت لها؟ يعني الحمد لله ما عندي مشكلة، بس مجرد يعني لا أقصد السبب الجرح، يعني المعركة وين؟ 23/6/2012 بالموصل، انتحاري منعته من الانفجار. نعم. كان شايل سلاح، تعرف قبل بالموصل خطتهم يعني يشيل سلاح. نعم. بس على مود يتجمع عليه وفجر نفسه. نعم. اي فتعرضت لطلق ناري كسر فقرات الأربع العنقية. نعم. وضرر بالنخاع الشوكي. نعم. اليوم شل الرباعي. نعم. اليوم جاي تقابل سيد مدير الموارد البشريه، شنو عندك؟ والله على مود يعني سفر خارج العراق للعلاج، العلاج وكرسي كهربائي. اي والله يعني محتاج هاي الامور انت. اي والله ما عندي، هي بس هاي اللي اعرف يعني انا علاجي حصرا بالمانيا، رحت الهند رحت تركيا ما سوى لي شيء، حصرا بالمانيا والسيد اللي استقبلني وتمر امر قال لي على راسي. نعم. اي والله ما قصرت. يعني التقيت بسيد اللواء ولا بعد؟ لا التقيت والحمد لله والشكر. شنو كان الرد؟ الرد انه راح ينزل على السيد الوزير قابل لي يعني مقابله خاصه انا على وضعي لان شل الرباعي. نعم. وقال لي تمر امر ايش لعيون. ان شاء الله خير. ان شاء الله. نتمنى لك النصر. مبنون ان شاء الله. مبنون. اذا احنا بانتظار انه نلتقي بالسيد اللواء ايضا حتى نطرح عليه موضوع المفسوخه عقودهم مع الممثلين الموجودين. اذا وصلنا الى مكتب السيد اللواء رحيم هاشم مدير اداره الموارد البشريه وراح
نلتقي مع الشباب هنا بالسيد اللواء. السلام عليكم. السلام، اهلا. شلون صح سياده اللواء؟ اهلا وسهلا ومرحبا. شلون الامور؟ شلون صحتك؟ اول شيء نريد نتعرف اسم حضرتك. سريع. لواء الركن الرحيم هاشم محمد، مدير عام اداره موارد البشريه في وزاره الداخليه. شكرا لك. اولا احنا الشباب موجودين ويانا، راح نقعد اذا عندك شيء تخلص وحتى نحكي بموضوعهم ان شاء الله. ان شاء الله داخل ينتظرون، لانه نعم يعني موضوع خاص عندكم. شباب انتظروا هسه بس اكملوا. يلا يلا تمام. هم احنا هو هم موضوع عائلة يعني عائلة شهيد. يلا يا ريت. هم حقوق شهيد. نعم اي نعم تفضل. بس عرفينا بحضرتك اولا وموضوعك. انا المواطنه زيتونه محمود محمد من محافظه دياله بعقوبه، زوجتي الشهيد المقدم المهندس عصام عبد الله محمد. نعم. بسبب يعني كان اكو غلط مرت وقابلت معالي السيد وزير الداخليه، اقسم بالله اقسم بالله مو انتم واقفين، بعمري وبحياتي ما راح اشوف، لا شفت ولا راح اشوف في يوم من الايام مثل معالي الوزير. نعم. إنسان عادل ومنصف ونصف لحد الموت، وأنا صاحبة يتامة ما قصر أبد وياي، يعني من الباحة واليوم حلم خلاني أحكي نفسي على مواقفه وياي، إلى ألف تحية وعلى رأسي والله يطول بعمره وبعمره. المواطن يعني مهتم أن يعرف شنو الموضوع اللي صار وتمت الاستجابة. كان خطأ بالرتبة. نعم. قال ما قصر وياك، عدلها هنا ويا سيادة الضابط. نعم. الشيء الثاني يعني سألني عن بعض الظروف على مود بسبب سلفة، وأني يعني بيتي ايجار. نعم. وعندي انا هيكل ما مكملته، ساعدني قال راح اسوي لي الصرفه العفو سلفه. نعم. واساعدك بناء بيتك الخاطر هاليتامى اللي عندك. نعم. فما اعرف شو اقول له يعني. هذا هذا هذه الانسانيه موجوده اكيد في وزاره الداخليه بالتعاون مع على راسي على أكيد. راسي بس حقيقه لمست شيء واحد، احنا ما نريد نحكي شيء راح وانتهى، بس انسان عادل وانسان راقي بمعنى الكلمه. نعم. ما حسيت عند ذره ضائفيه. نعم. اقسم بالله. نعم. إنسان تعبان على نفسه. الكل بعيد يعني عن هذا الموضوع. الحمد لله الحمد لله يا ربي من الباحة اليوم أدعي لأن الله يوفقه ويحفظه يا ربي ويفرح بأولاده وعائلته. سيادة اللواء شنو الإجراء اللي أخذته الرسمي؟ أنا البارحة حقيقة اتصل بي السيد الوزير الداخلية المحترم على قضية الأخت اللي هي زوجها يعني انفقد واعتبر يعني في الخدمة ومن جراءها اعتبر شهيد. نعم. فصار فرق بالرتبة مالته يعني، وحيل على التقاعد برتبة رائد هو في حين لازم مقدم على رتبته. نعم. اللي بعض الظروف يعني الأوامر وما موجودة وأمر ديواني مصادر كذا، هساني قابلتها وإن شاء الله الأخوة الاختصاص موجود مدير التقاعد وإعادة الضباط وراح نجري لها لازم، والسيد الوزير مهتم أكو جدا. فرق راح يكون بالراتب هذا المقصود طبعا. نعم. احنا راح نرجع هذا ايش قد ينجز هذا الموضوع. هذا ما يعني هسه اليوم احنا ان شاء الله راح نعد المذكره للسيد الوزير يوافق عليها ويرجع الحق ماله. اجراءكم سريع يعني؟ نعم اجراءنا سريع لانه مو بس هسه انت شفت جنابك. نعم. كل المنتسبين والضباط اللي يقابلون اذا الى حق ياخذه، لان ماكو شيء صعب هو. نعم. كل اجراءات يعني كتابيه بس انه المواطن اللي عنده شيء يوصلكم. بالضبط يوصل. مرات ما يقدر يوصل. مرات ما يقدر طبعا لانه شو نسوي حتى نخلي المواطن يوصل؟ مو احنا لا عندنا مقابلات يعني، مكتب السيد الوزير مثلا الاخ مدير المكتب كل ثلاثة عنده مقابلات في شكاوى. هاي بالنسبة لمكتب السيد الوزير. ايوه. اما احنا كل خميس مقابلاتنا. نعم. ويا المواطنين والمنتسبين والضباط. نعم. يعني نقابلهم. اكو اجراء يا لازم يتخذ المواطن او هسه تقول انه ما يقدر انه ما يقدر يوصل لهاي النقطة. حقيقة مرة متظاهرين من الفاحصين هسه اللي جنابك جايبهم، أنا طلعت لهم للباب الخارجي. نعم. التقيت بهم. الآن مقابلاتنا اليوم سويناها هنا، لكن احنا نطلع إلى السيطرة القريبة من الشارع يسموها سيطرة السيطرة. تلتقي بالشارع بالناس. نلتقي. نعم. يعني مكان نلتقي بالمواطن. لا كتوجيه من حضرتك اليوم إذا مواطن أو منتسب عندكم ضمن الداخلية ويريد يلتقي بحضرتك، شنو الإجراء اللي لازم يسويه؟ أكو حجز إلكتروني؟ ماكو ماكو حجز إلكتروني. عندنا شعبة العلاقات أكو استمارة إلكترونية. نعم. يقدم، ومع ذلك إحنا ما نلتزم بهذا الشيء. يعني أي واحد يتصل بي تليفوني مفتوح يقول راح أجي المقر، أقول له تعال. نعم. لأن عندنا ممثل مالنا في باب الوزارة راح يجيبهم لنا اللي هناي بدون ما يملى استمارة وبدون، وهذا هم عن طريقكم يعني أي أي ضابط منتسب وهذا عنده ما يحتاج استمارة. نعم.
يقدر يجي قبل، والاخ موجود مدير شعبة العلاقات، ونكون باستقبال. اذا هذه دعوة من اللواء رحيم انه مدير الموارد البشرية، اي ضابط، اي منتسب ضمن وزارة الداخلية، اي موظف عنده اشكال يخص موضوع يعني الافراد والموارد البشرية ممكن يتواصل مع السيد اللواء. واحنا ما عندنا يتكلم الاخ، ما عندنا انه تقيد إلا بهذا المكان، لا مستعد أنا كلواء ركن رحيم أذهب لأي مكان ألتقي بالناس وألتقي بالمواطن، ما عندي خط أحمر ولا عندي خطوط خضراء ولا صفراء، أي مكان بناس يريدون يقابلون مدير عام الموارد البشرية مستعد أذهب لهم، وبأي محافظة وبأي مكان موجود بالعراق. ما تقصر سيادة اللواء. إذا نشوف موضوع الشباب لو موضوع إن شاء الله، بس خلنا ننهي إن شاء الله بعدين. إن شاء الله. إذن احنا في مكتب اللواء رحيم مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة الداخلية، طبعا يعني بموضوع المفسوخة عقودهم، مجموعة من مدراء الأقسام أيضا لمناقشة هذا الموضوع مع الشباب الموجودين، لذلك راح نتعرف على السادة مدراء الأقسام والضباط الموجودين أيضا في هذا الاجتماع. عرفنا بحضرتك. العميد سعد محسن سعيد مدير إدارة المراتب. نعم حضرتك. العقيد الحقوقي منتصر أنور فيصل مدير قسم إعادة الضباط. تشرفنا. العقيد الحقوقي قيصر عبد الحسين حاتم مدير قسم تنقلات الضباط. نعم حضرتك. المقدم علي رمضان عذيب وكيل مدير اداره التقاعد. تشرفنا. اذا سياده اللواء يدخلون الشباب؟ اي خليه يتفضل. ممثل عنه استريح استريح. الاخوه هنا استريحوا. السلام عليكم. السلام. الله بالخير. تفضل. احنا الممثلين عن وزاره الداخليه سيدي، عن الملحق جيم المفحصين والمفصولين وحماية المنشآت والمستقيلين. انتم هسه ممثلين عن خمس فئات؟ عن جميع المحافظات. نعم. والملحق جيم والمستقيلين والمعينين بعقود. انتم ممثلين عنهم؟ المستقيلين سيدي المستقيل والمستقيلين من الخدمه والمطرودين والمفصولين. نعم. انتم ممثلين عنهم؟ نعم. خير ان شاء الله. اي تفضل اسمع. سيدي احنا كملنا كل الضوابط بال 2019 لما صدر العفو، احنا التحقنا ورحنا سوينا مباشره وفحصنا وكملنا كل اجراءاتنا. ما صدرت بينا اوامر مباشره ولا اوامر اداري. سوء من اداراتنا او من قياداتنا، يعني صار خلل بهن، ما صعدوا معاملاتنا. فراجعنا الوزاره بشهر الواحد وشهر الثاني، وعميد سعد استقبلنا ونقيب عطا كان وقتها من استقبلنا وراجعنا اكثر من مره، وصار لنا سنه احنا نراجع بهاي المعاملات وما وصلنا لاي نتيجه. يعني احنا اصحاب عوائل، وقابلتك سيدي بوقتها من طبيت يمك هنا لحضرتك وطبيت السيد الوكيل وما وصلنا لاي نتيجه. زين احنا اليوم نريد نضمن حقوقنا احنا كمنتسبين كاصحاب عوائل. احنا ابناء اني المفصول جاء عليه كتاب، يعني اقصاء، كتاب اقصاء جاني مشمول بالملحق جيب. انا بالاقصاء جاني كتاب اقصاء مشمول بالملحق جيب. انا جيت دوره بعمان، دوره 32 بعمان، جيت من الدوره لقيت اسمي كتاب اقصاء، وبقيت اداوم داخل القياده مالتي سنتين بدون راتب. انا دوره بعمان، جيت من الدوره من عمان، تحقت الفوج مالتي جابوا لي كتاب، قالوا انت عندك كتاب اقصاء. التلفاز وامام قناه فضائيه موقره ان شاء الله. احنا من واحد يتخذ باجراء هو يداوم وياخذ راتب ويجي عليه اقصاء، احنا ما عندنا اقصاء، عندنا طرد، عندنا فصل، عندنا هروب. فانت من يقولوا لك انت انطردت، ما جيت سالت، يعني انت تقول من بيا سنه؟ 2007. 2007 يعني ما جيت من 2007، ما قلت متعاقبه صاروا ثلاث وزراء اربع وزراء. راجعت سيدي، راجعت قيادتي وسووا، قالوا راح نصعد بك اوامر القسم الثاني. قلت له ما يخالف، وهمينا وبقيت سنتين اتابع هذا الموضوع وما حصلت اي نتيجه من القياده مالتي والاداره مالتي. مع ذلك هسه من كلامك انت اندرجت بالعفو. نعم سيدي. ضمن الملحق جيم. نعم كل هذا الملحق جيم. نعم. خلينا نختصر الحديث حتى الاخوه. الملحق جيم جنابكم تعرفون رجعنا 83,000 بسنه 2019، صح لو لا؟ نعم. هاي اخوه قبل ما انا اجز استلم المنصب، والاخوه كذلك. فالبقيه البقاء وقالوا على الدرجه الوظيفيه والتخصيص المالي.
عرفت شلون؟ كل الفئات الفاحصين اللي هم عندنا الان امامي مكملين فحص 14603 والموظفين 723، هذول امورهم على الموازنه، بينما غيرهم اللي ما فاحص اللي هم عددهم 26 يعني يصير 43000. والمفصولين والمطرودين لجنابكم تقول عليهم 9000، وعندنا المستقيلين وعندنا المعينين بعقد. كل هذا الملف انا طلعت التقيت بالفاحصين، طلعوا مظاهره امام باب الوزاره اذا تتذكرون. كنت متبرع انا كمدير عام موارد بشريه ان اروح، لان ذول وكانوا برمضان يوم 24 الدنيا حار. يوم 24/4 فطلعت رحت يومكم قلت لكم اخواني اعزائي انه هذا الملف مو يمنا، بس احنا راح نتابعه شخصيا لان هذا ورثناه من الوزارات السابقه. واجينا للسيد الوزير وشكل وفد رفيع المستوى برئاسة وكيل الإداري اللي هو فريق حليم سابقا، وعضويتي وعضوية مدير مراتب ومدير الحسابات، وذهبنا إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية. رحنا أخذنا الملف وأنا بيدي صار حكي وسلمته، قلت له يصير العدد 59000، يا أضمنوهم بالموازنة أسوة بالنازحين بال 2019 حتى نقدر احنا نحل هذا الملف، لانه تركه ثقيله وملف ملغوم يعني خلينا نقول عليه نحكي بصراحه. واعدونا خير هاي الكتب كلها، قالوا زودونا بكتاب سلمناه انا بنفسي سلمته، وهاي الكتب موجوده. هذا كتاب الى وزاره الماليه من مكتب رئيس الوزراء، وهذا كتاب من يمنا بتوقيع الوكيل الاقدم الحالي الى مكتب السيد رئيس الوزراء. هاي الاعداد ممكن كلها تشوفها يعني ما بيها يعني يطلع، هذا كتاب من عندنا، وهذا كتاب الآخر أيضا من الفريق الركن اللي هو سكرتير الشخص القائد العام، وهذا المحضر مع رئيس لجنة الأمن والدفاع إلى وزير المالية، كلها بخصوص قضيتكم كفاحصين وكمطرودين وكمفصولين، كلها الأسماء كلها موجودة عندنا. فإحنا الملف كله حول ما على وزارة الداخلية. أنا من طلعت لكم ما وعدتكم، قلت لكم اذا نكون دقيقين قلت لكم راح تتعينون بكره، حتى قلت لكم تعالونا ورا رمضان مو هيجي. فكنا رحنا للجنه وسلمنا الملف، احنا مو اصحاب قرار اعزائي. تجي الدرجه الوظيفيه والتخصيص المالي تتبوب بالموازنه، اكو ماده يبوبوها مثل ما هسه مال قانون الاقتراض يبوبون القضيه مالتكم. أنا قلت لكم ما يطول الأمر عندنا سوى 3 أيام، لأنه إحنا قطاعاتنا محتاجة، عندنا قطاعات ميدانية، عندنا أطفاش طوارئ، عندنا قطاعات إدارية، وكل من ضمن اختصاص. هذا كان كلامي. بعدين صاروا يا لواء ركن رحيم وعدتنا وأخلفت وعدك، وعدتنا مو صاحب قرار. أنا قلت الملف تحول إلى لجنة الأمن والدفاع وتحول إلى وزارة المالية، هذا الموضوع. طيب سيادة اللواء عفوا سؤال، في حال انه الموازنه اقرت وتم الموافقه على اعداد محدده، اي ها نجي شنو اعداد محدده؟ احنا عندنا اللي مكملين فحص 14693 منتسب بصفه عسكريه و723 بصفه مدنيه، هذول لهم اولويه. نعم الاولويه اللي بال 2017 اللي فاحصين، اما الاخوه اللي هم مطرودين والمفصولين اللي عددهم 9000 هذول يعتبرونهم ضمن الوزاره يعني ابناء الوزاره. طيب انتم حضرتكم خاطبتوا وزاره الماليه؟ نعم تخصص لكم. نعم هل حددتوا رقم؟ حددنا الارقام كلها موجوده، هاي كلها موجوده، كلها موجوده الارقام. هذا رقم الى مكتب السيد رئيس الوزراء، وهذا رقم، هذا خو جديد، هذا يعني 8 هذا 8/11/2000 يعني 2020. حضرتك طلبت الاعداد، حضرتك طلبت الاعداد كامله اللي هي 59000 او يصير تقريبا 59، طلبت هذا العدد من وزاره الماليه؟ نعم تخصيص. طلبنا احنا لجنه الامن والدفاع، فطالبوا هم وزاره الماليه تضمنها. تعرف المحددات اللي صارت حتى يعني الموازنه شلون انخفض، الرواتب تاخرت وكذا، صار بعض التلكو يعني حقيقه. ومو بس هذا الملف، عندنا ذوي الشهداء ايضا اللي صادره بهم اوامر، وقال قلنا ما يباشرون الا تصير درجه وظيفيه وتخصيص مالي 950 واحد، يمكن الاخوه يدرون به. فهاي القضيه. نعم سيدي احنا رحنا لجنه الامن الدفاع والتقينا بالاستاذ محمد رضا وقتها، انا والاخ اسامه محمد وياي، على ضوء الكتاب هذا الصعد من الوزاره. نعم. قال احنا راح نضمنكم من ضمن صندوق الاقتراض. جيد. قلت له زين احنا اليوم صندوق الاقتراض
صوتوا عليه وكملوا، احنا ليش وزاره الداخليه قالوا احنا المفسوخه عقودهم هم ينصوتوا لنا؟ نعم زين، احنا زين نروح له بالماليه زين. انا هسه انا هاي للجميع وامام قناه فضائيه وانا مدير عام موارد بشريه، اخو اسمعوني شنو، انه وزاره الداخليه ما عليها من تضمن بالموازنه او بقانون الاقتراض. احنا انا قلت لكم الامر ما دعدنا للمكملين فحص ما يطول ثلاث ايام، انا اتعهد لك به وقطعاتي موجوده واريد انا بالنسبه لي هذا عندي. في حال اقرارها بالموازنه، لانه انا ما اقدر هسه. شنو الاجراء اللي لازم يتخذوه الشباب حتى يحركون الشباب؟ هم طبعا هم يصورون انه القضيه فقط، ما احنا ما نشعر بمعاناتهم، لا احنا شاعرين معاناتهم. والسيد الوزير الحالي هو الملف مو بزمانه متبني الموضوع، ودزنا احنا الى لجنه واستمر النقاش وياهم لمده ساعتين الله شاهد، وسلمنا الملف كله وسووا كتب، زودونا كتب، وهي الكتب كلها موجوده. الان المناشداتكم بمقابلاتكم اذا ضمنوها بالموازنه، واحنا جت عليهم وقلنا لا احنا ما نريدهم، ذيك الساعه تقولون لا والله وزاره الداخليه. طيب سياده اللواء، انا ممكن اسال سؤال هنا، حضرتكم او خلينا نعتبر شو وقت وصلت هاي الارقام الى وزاره الماليه؟ هسه اخير هاي هذا الموضوع هو يدري به مال الفاحصين من 2017 2018. بس تفضل يعني اذا عندك هذا فيه. اخير كتاب احنا دزيناه يدرون به زين كل العمل بتوضيح بخصوص ملحق جيم والمستقيلين والهاربين والمفصولين والمطرودين وحمايه منشات والعقود، هاي كل الشرائح هي تتضمن انه باسم المفسوخه عقودهم. بالضبط، ما عندنا احنا مفسوخه عقود بالضبط، عندنا مطرودين ومفصولين كمسمى برلمان، لكن بالدفاع يسمونه مفصول. لا سيدي، كمسمى مجلس النواب وبالبرلمان خلال التصويت يسمونه باسم المفسوخه عقودهم لوزاره الداخليه والدفاع. فانا احكي من هذا المضمون بالبرلمان. بالنسبه لنا سيدي، كل هاي الشرائح هي الاعداد محصوره وضمن كتاب مرفوع لوزاره الماليه طالب هاي الاعداد كلها. نعم هي موجود، هم شوفتك هذا الكتاب موجود، هذا اخير كتاب هسه المكتب السيد رئيس وزراء. زين هذا الكتاب، هاي الاعداد، هذا احدث 8/11 طبعا هي كل العمليه، لانه بنهايه 2019 رجعوا قلت لك 83,000 واحد، فالما تبقى صاروا على 2020 ماكو موازنه، الا لو كان اكو موازنه كان هم باشره واسوه بقرانهم. هذا الموضوع اذا كوزاره الموضوع محلول من جانبكم. الوزاره حولت خلينا نقول الملف كله الى وزاره الماليه ولجنه الامن، ودخلنا مكتب القائد العام طرف حتى يصير من يدس كتاب للماليه تكون اكو قوه للموضوع. هسه هم انتم من تسمعون ضمنوها بالموازنه بقانون الاقتراض، ذيك الساعه قولوا تعالوا يابا وزارة الداخلية هاي فلوس اكو، درجة وظيفية اكو، ليش ما صدروا النوام؟ يعني صار لنا سنة سيد، يعني احنا سيد الوزير السابق ياسين ياسري بوقتها مدير المكتب مالته قال راح نسوي لكم مباشرة ان شاء الله عن قريب، هاي بشهر الخامس بوقتها التقينا، بشهر الرابع يا الخامس قال راح اسوي لكم اوامر ادارية ان شاء الله وخليكم تلتحقون عن قريب بدون راتب. بدون راتب يعني قال على ما ممكن هذا اجراء اداري غير صحيح. من يصدر امر اداري يكون واجب التنفيذ، احنا كجماعه صدروا لهم، مو اني صدروا لهم امر اداري، ايش كاتبين؟ ولا تتم مباشره الا عند وما باشروا 950 قسم بالجنسيه وقسم حفظ القانون. هذا ما يصير ابني، انت تداوم والاجر ام على قدر المشقه، انت من جاي تعمل تريد راتب، مو صار عليك شيء تعرضت الحاله. احنا وزاره الداخليه وزاره امنيه، هذا الاجراء مو صحيح. انا من اصدر لك مثل ال 83,000 واحد صدرنا لهم باشره وجاي ياخذون رواتب لولا خذوا على موازنه 2019. زين اكو حلول اليوم للوزاره يعني انا جوني انا ما اخفيك جوني قالوا سيدي صدروا لنا اوامر ونداوم بدون راتب. ما ترى ماكو هيك اجراء اداري، ظلت ماكو موازنات. هم الشباب اظن يريدون بس يضمنون حقهم انه عندهم شيء كتاب رسمي انه هو مباشر. احنا يبقى الراتب هم احنا اخي العزيز بالنسبه لنا كموارد بشريه وكوزاره اسمائهم موجوده عندنا، موجوده هذا حقهم يمنا مضمون، متى ما اجت درجه وظيفيه وتخصيص مالي احنا ما نقصر. والله توزيعهم على دوائرنا احنا نوزعهم حسب اختصاصهم. اذا هنا بس انا اشوف الاخير عنده فد شيء يعني انا خلينا اشرب مي لان الشفري بخصوص هذا الكتاب اللي حكيت عليه حضرتك قبل شويه، مال هذا يخص بس الفاحصين مال 11/8
وموجود هذا الكتاب وقريناه. ويخص بس الفاحصين، الدرجات البقية للمستقيلين، الهاربين، المفصولين، فقرة جيم، هذول جميعهم ما مشمولين بهذا الكتاب سيادة الفريق. ليش ما مشمولين؟ اقرأ زين سيدي وشوفه. هذا الكتاب واضح وصريح. هاك اقرأ، هذا اقرأ، هاك اقرأ، هذا كتابنا واضح وصريح، هاك اقرأ. يلا يعني ذاكر الفاحصين، هذا اسمه نعم، والمحرجين والمستقيلين من الخدمه والمعينين بصف. لا مذكوره بس الهاربين ما مذكورين بالكتاب. ماكو اخويا، ما شنو هاربين؟ هارب ما مشمول، هو على القانون الموازنه مدير مراتب خليه يجاوب. هارب ما مشمول. موضوع الهاربين، موضوع الهاربين يتعلق بعمل مديرياتكم، لازم تتخذون بكم اجراءات قانونيه، تشكيل مجالس تحقيقيه، اما حالتكم المحاكم اما خلاص. هذا موضوع ما له علاقه بملف السيد المدير العام اللي اتكلم عنه. ضمن عمل وزاره الداخليه طبعا، شنو لازم ممكن. لازم يروح الدائره يشكلون عليه مجلس تحقيقي، اما يحال محكمه، اما يطرد، اما كلامك هذا. احنا كامل اجراءاتنا، احنا 3200 واحد كامل اجراءاتنا ومستعدين هسه، منتظرين امر مباشره. عندنا تخصيصات ماليه وعندنا درجات وظيفيه وموجودين حاليا، كل اجراءاتنا كامله قانونيه، وهسه منتظرين بس امر مباشر حتى نكمل مباشر درجتكم والتخصيص المالي. شلون دوائركم ايدتك وتخصيص مالي؟ شلون سيدي دوائركم ايدتك وتخصيص مالي سيدي حسان؟ انت بيا دائره؟ انا دوم بالاتحاديه. هسه الاتحاديه اذا جاء كتاب يقولون نعم التخصيص المالي موجود، احنا اليوم نصدر لك كتاب. اكو كتاب موجود هسه مال استبيان راي للمخاطبين به القانونيه مال الوزاره. اي قبول مباشره. اي هو ذا قال مو اعاده تعيين، قبول مباشره ويداوم عادي. بس لازم يشكل مجلس تحقيقي بهالحاله. اي مجلس تحقيق يكون محكوم عليه، معفو مشمول بالعفو. طيب هذا الاجراء شلون؟ هذا شنو اجراء ابسط من البقيه؟ هذا يسمونه قبول مباشره. يداوم بس على شرط انه شنو؟ ابو الاتحاد يأيد يأمن له شنو؟ راتبه، درجه وراتبه. نعم طيب كما سالتك هون يعني سياده الموضوع انفعله. انفعله من دائرتي انا انا حاضر سيدي كدائرتي هسه. من احنا قابلنا القياده، القياده يقولون منتظرين الوزاره من يمهم مخاطبه الكتاب مالتنا حتى نباشر بالامر مباشره. هسه انا عندي هسه انت هسه ابني، انت هسه تعرف لولا شنو اللي تريده من عندنا كمان؟ سيدي منتظرين امر مباشر من عندكم، منتظرين امر مباشر من الوزاره. احنا كاجراءات منظور بالنسبه هو الاخ اجاني هو شخصيا قبل اكثر من شهرين وخابرت للقياده لواء محمود واستقبلوه. بعد هو الموضوع صار يم القياده. سيدي رحت قابلته وقالوا الشغل مو يم الوزاره، لان الوزاره ما جايه تخاطبنا، نرفع لهم كتب ما جايه يدزون لنا شعارات ونخاطب. لا انت جيب لك، لا جيب لي كتاب من عندهم يقول نؤيد اعادتهم والمجالس التحقيقيه وتوفر الدرجه والتخصيص المالي. جيب لي اياه اليوم مباشر بعد. لواء محمود تريد نتصل بلواء محمود مدير الاداره؟ موجود هو لواء محمود موجود هسه حاليا، وهو بنفسه قال ننتظر على التخصيص المالي، قال الوزاره هي نفسها تمر على التخصيص المالي. زين احنا سيدي درجات وظيفيه يعني ايضا مكفول اللواء محمود، اريد جواب من حضرتك يعني الجماعه هنا شنو صار من موضوعهم؟ فيعني هل راح يتم تزويدهم بكتاب الى مديره الموارد البشريه؟ يعني هذا الموضوع مهم انه نتابعه. والله يعني ننتظر بعد الخبر من سياده الفريق. واللواء محمود ما قصر ويانا، بس هو يقول حاليا شو يقول؟ يقول انا ما عندي، انا ولا مو فريق لواء بلا صعد منه والعالم تزعل انه سياده اللواء. يقول اللواء محمود يقول هسه حاليا انا ما اقدر ارجع اي شخص، والفريق جعفر البطاط سياده الفريق قال انا انتظر امر موازنه، الامر مباشر مباشر ما تكون على التخصيص المالي. سياده اللواء نفس الموضوع يعني نفس الموضوع، بس هم موضوعهم اسهل يعني اسهل من الجماعه، لانه هم عندهم يعني بس امر مباشره. نعم اخوان احنا ترى احنا عندنا مقابلات الوقت، يعني الوقت يا شباب نريد ننهي، عندنا مقابلات نريد ننهي هذا الموضوع. يلا بس مداخلتك اخيره بس باختصار رجاء، لانه ناس تنتظر يعني. اي اكو مقابلات. السلام عليكم سيدي، انا ممثل المستقيلين. العفو سيدي، ممثل المستقيلين وزاره الداخليه اللي بالغ علينا 3800. كملنا سيدي كافة الإجراءات الأمنية، فحص الطبي، القيود، التسجيل الجنائي، بقى سيدي بس على مستقيلين. شلون قد العدد؟ 3800. لا 4814 هذا اللي مثبت عندنا احنا كموارد. نضبط سيدي، العفو سيدي، مو صار استبعاد من عندهم بسبب القيود الجنائية. انا متابع يعني قضيتهم بشكل
يعني اكو وياي اني هسه المهم اي العفو سيدي يعني سيدي هسه اخر تطورات انه يعني احنا كملنا فحص طبي. انت جنابك قبل دقائق قلت الفاحصين لهم اولويه بخصوص شنو العفو سيدي يعني بخصوص شنو الفاحصين يا فاحصين منهم الفاحصين ذولي اللي بال 2017 2018 واحنا اللي ذولي متعينين وفاحصين ومكملين وتوقفت اوامرهم مو 43000 واحد اللي كملوا منهم 14723 موظف هذول المقصودين هذا المقصود بالله. انا ذول اللي اقصدهم الفاحصين اما انتم كم مستقيلين انه كون انتم عندكم اوليات هذول مواطنين انت عندك اوليات مو هيك فاولياتك موجوده انت والمطرود والمفصول وابو العقود اولياتكم عندنا نعم هو نفس الملف كله متعلق بالتخصيص والدرجه الوظيفيه هسه مو حكيت للاخ اي سيدي انتم اهون من غيركم لان انت اصلا عندك اوليات عندنا بالوزاره امرك موجود مجلسك موجود كل امورك موجوده بالضبط سيدي فقط يعازج انه تخصيص مالي موجود احنا محتاجينك عندنا نقصة اذا هسه يعني الصوره واضحه عندكم يا شباب واضح يعني سيدي بهالجهه يعني نتوجه للماليه نكون احنا اخواني الاعزاء انا قلت المساله متعلقه بالتخصيص المالي والدرجه الوظيفيه بالنسبه لكم كمستقيلين ومطرودين انتم والهار دول ملفاتكم موجوده يعني انتم من الوزاره مو سيدي والله سيدي ما الفاحصين احنا اللي نتكلم عليهم اللي بيها موافقات سابقه للساده الوزراء 2017 نقول اللي كملوا هذا عددهم اللي جاهز ستاند باي بس يصدر امره اما انتم شغلتكم غير شكل احنا خلينا نختم البرنامج يمكن بعدين يصير مجال للحوار اذا نشكر السيد اللواء رحيم نشكر الشباب اللي متواجدين اليوم اللي كان عندهم هو اشكال بموضوع المفصولين وكذلك يعني المفسوخه عقودهم او كما يسمون الهاربين وما الى ذلك لذلك كان رد الوزاره واضح السيد اللواء رحيم مدير اداره الموارد البشريه ايضا اكد انه الموضوع صار من اختصاص موضوع الموازنة والتخصيص المالي والدرجة الوظيفية لذلك يعني الشباب اطلعوا على الموضوع في ختام هذه الحلقة شكرا لكم وانتظرونا في حلقة جديدة من بلا عنوان